يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود إنها ليست بشرة خير. لقد ولد ولي عهد الرشيد. إن هذا الحديث سابق لأوانه يوم الفضل. الوليد ما زال عمره لحظات وساعات. ومع ذلك فزبيدة تهيئ كل أسباب الخلافة لولي عهدها. زبيدة تنثر الذهب في كل مكان فرحا بمولودها الجديد. إنها تعده لولاية العهد. وكيف لا؟ وهو القرشي الأب والأم والحسب والنسب الرفيع. إنها تخطط لذلك منذ أمد بعيد. كفى! لن يخرج الأمر عن ابن مراجل. وما بوسع مراجل هذه لتفعل. إنها ليست إلا جارية زبيدة. تزوج بها الرشيد فأنجبت له ولدا بنسب أعلى. لا أريد أن أسمع هذا منكم أو من غيركم. مسكينة المراجل، إن المرض يفتك بها، ولا أظن أنها ستفرح بوليدها.
عز الله أمير المؤمنين وولي عهده أيا كان، ونحن طوع أمره وبنانه. كفوا عن هذا الكلام، كفوا. وهذا يا مولاي جل ما استطعت الوصول إليه من أوزان وقوانين وضوابط للشعر. قد ذاع صيتك. كلما سألت ما يفعل الخليل بن أحمد الفراهيدي قيل لي إنه يجلس في سوق النحاسين كي يلتقط الأوزان وضربات المطارق ليضع الضابط والقانون. وهل يحتاج الشعر العربي إلى قوانين؟ أليس موهبة لكل من يجد ذلك في نفسه؟ وهو كذلك صنعة تحترف، أليس كذلك يا شيخ الشعر والقصيد؟ وذاك يا مولاي. كلم الرشيد يا عمه، كلمه في أن يجعل ولدي محمداً الأمين ولياً لعهده، فأنت كبير الهاشمية وكلامك مسموعاً لديه. لقد احتفى الرشيد به ولن يكون إلا ولي عهده، وعندما قلت له هاك ولي عهدك لم يقل شيئاً، بل ضمنته موافقاً. كلمه كي يكتب بها كتابة ويأخذ له البيعة قبل أن يلعب البرمكي بلبه ويوعز له فيعهد بالولاية لابن مراجل. هارون أعقل من هذا، لكن البرامكة أدهى وأخطر مما نتصور. إنهم يحيطون به من كل جانب، فهو يسمر مع جعفر والفضل يسعى للولاية لديه، وأمهم تدس وتدبر. بت أخشى عليه يا عمه. ليس إلى هذا الحد، فمهما كانوا ليسوا إلا عدداً قليلاً من الرجال. بلى، عددهم قليل، ولكن الخليفة بين يديهم يوجهونه كيفما شاء، والبرمكي يملك الوزارة وبيده الخاتم والحل والربط. إن كان الشعر مفطوراً على قول الشعر فهل يحتاج لتعلم الإيقاع؟ وإن لم يمتلك سلطان الشعر فما فائدة الكتاب يا فراهيدي؟ صدقت يا مولاي، ولن تنقصك الحجة ولن يفوتك المنطق، وأنت الذي تربى في بيت علم وأدب وسلطان ومجد بل سنستفيد، سيصل الخبر إلى الخليفة وستخرجين إلى الناس وتنثرين الذهب فوق رؤوسهم، فولدك هذا من عرق عربي صافي. وهل من متسع لقادم جديد لقصر الخليفة؟ إنه ولده ومن صلبه، لذا فهو ليس بحاجة إلى أي متسع. سننتظر ما يقدره الله. هذا الكتاب الذي أسميته القوافي والعروض ليس لشاعر فحل ولا لشاعر ذي صنعة شعرية، إنما لمدعي الشعر. وهل يستطيع أحد ادعاء الشعر إن لم يكن شاعرا وذا سليقة واضحة؟ هو ذاك يا مولاي، هناك من ينظم فاقدا للإيقاع، مضيعا للمعاني، مفتقرا للموسيقى الشعرية التي تطرب الآذان قبل العقل. هذا ونحن على بعد عقود قليلة من لغة قريش التي نزل بها القرآن، فكيف إذا خب بنا المطي سنينا طوال؟ أفلا يضيع الوزن مع القافية ويصبح عروض الشعر في سهله معترضة؟ أحسنت يا فراهيدي، أحسنت. أبا الفضل. مولاي، أعطوه وزن كتبه ذهبا.
كتبها لك الله يا فراهيدي في صحيفتك بما خدمت به العربية. ماذا هناك يا باشر؟ أعظم الله أجرك يا مولاي في زوجك مراشل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أريد أن أراهم فور حضورهم، وإياك أن يفلتوا منك. أمر مولاي. يا الله، كل هذه مظالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقدت أمك قبل الأوان يا ولدي، لها الرحمة ولك من بعدها طول البقاء. عظم الله أجرك يا مولاي. شكر الله سعيك يا أبتي. أحسن الله عزائك يا ولدي. أحسن الله عزائنا جميعا يا أمي. ولدي بين يديك يا أمه، جئت له من يرضعه ويعتني به ومن يقوم على رعايته تحت أنظارك كما كان لك الفضل في تربيتي وإرضائي. سأحضر من ترضعه وأقوم على رعايته كما رعيتك يا ولدي. بارك الله بك يا أمه. عهد به إلى أم الفضل. أجل يا مولاتي، وهي ستعهد به إلى جاريتها ماردة. يا لهؤلاء، يخططون ويدبرون ويلتفون ويحاولون وضع يدهم على الخلافة، رغم أن مراجل أم المأمون فارسية، إلا أنه تجري في عروقه دماؤنا، دماء عربية قرشية هاشمية. إنه الجموح نحو السيطرة يا مولاتي. سأقف في وجه كل من يحاول النيل من حلمنا، حلم آبائنا وأجدادنا. أنت الذي يتهم مولاي الرشيد بولد ليس من صلبه. عفوك يا سيدي، الأمر ليس كذلك. عصماء ابنة أختي وهي زوج. نعتذر يا سيدي، هناك خطأ، فليس هذا قصدنا وليس هنا مقصدنا. إن كان لكما حاجة قضيناها، وإن كنتما تريدان مالا أعطيناكما، أما غير ذلك ليس لنا حاجة إلا عند الله. إياكما أن تعودا إلى مثل هذا. كما تشاء يا سيدي، كما تشاء. أرسل من يتبعهم وتخلص منهم جميعا.
ألن تنتهي هذه المظالم؟ الكل يريد مالا. سأطلب من الخليفة أعطيات للناس. على سلامتك. كيف حالك يا زبيدة؟ بارك الله بك يا زبيدة. تاتي هاكي حفيدك يا أمها، ولي العهد الأمين. اهلا يا ولدي. اهلا يا حبيبي. سيكون عونا وسندا يا روح، وولي عهدي ايضا. هيا اريد ان اغادر بغداد الان. لا ينبغي لنا ان نيأس يا ابنتي، لابد ان نحاول مره ثانيه. لا أريد أي علاقة تربطني بهذا القصر. بدت أخشى على ولدي منهم. لا تخافي، اطمئني، هارون سوف يقوم بحمايتكم. هيا يا أحمد. حجا مبرورا يا أماه، حمدا لله على سلامتك. أرجو أن لا تكوني متعبة من وعثاء السفر. اعقد البيعة لأولادك يا هارون، لا جدالة ولا تواطؤ. إن تفرقت الدولة انهدمت. اعقد البيعة لولدك محمد الأمين، فإنه العرق الصافي، وبه تضمن ولاء العرب قاطبة. الحذر من أعداء على تخوم دولتنا، فإن من تلك التخوم تطل الفتن. سأفعل إن شاء الله. سأفعل إن شاء الله. ماذا تقول؟ كما سمعت يا أمه، سأخلع أخي هارون الرشيد من ولاية العهد وسأوليها لابن شهر. ولدي جعفر ولي لعهدي، وعليك أن تألفي هذا. لولا أمك ما وصلت إلى هنا، ما كنت الخليفة. لذلك لن أسمح لك أن تفسد كل ما حققناه. أنا الخليفة يا أمه، وأنا أقرر ما يصلح وما يفسد. دعي لي يا أمه عن شؤون الحكم، دعي لي ولا تتدخلي إلى أن يتم ذلك.
سأحجر عليك هنا في مخدعك، سأمنعك من أن تقبل أحد. ماذا فعلت بي يا موسى؟ لقد دفعتني إلى فعل ما لم أكن أريد فعله. مولاي أمير المؤمنين، أصدقيني القول يا غادر، هل حدث أي أمر جعلك تقررين الرحيل؟ لا يا مولاي، أؤكد لك ذلك، لم يحدث معي أي أمر أزعجني، وقد كنت لطيفاً وكريماً معي إلى حد جعلني أشعر بأن الهادي لم يمت ولم يفارقني أبداً. إذن لماذا تصرين على الرحيل؟ أمي العجوز يا مولاي باتت وحيدة وأود أن أكون بجانبها كي أعتني بها. أمك لن تغادر هذا المكان ولن أسمح لك بالرحيل، لقد اعتدنا وجودك معنا يا غادر. هذا ما نقوله لكل من نحب، ولكن عندما نفترق غالبا ما يخضعنا الزمن للنسيان. لم أرك حزينة من قبل هكذا يا غادر. حزينة لأنني كلما أحببت شخصا خذلني وخرج من حياتي دون أن يعود إليها. قدري في هذه الحياة أن أتعلم النسيان. ربما لم يكن خذلانا من تظنين أنه خذلك، سيعود ثانية. طرفة. أمر مولاي. أعيد الأمتعة، وأنت يا غادر استفيدي من هذا الوقت لتتعودي على النسيان، وأنا سأزورك دائما كي لا تشعري بالوحدة. مسرور، أين مولاي الرشيد؟ في جناحي مولاتي الخيزران. فضل، لما هذه العجلة؟ أريد مولاي الرشيد لأمر خطير. ماذا هنالك يا فضل؟ وما هذه الرقعة؟ شيء لا يخصك يا أبا الفضل ولا يخص الدولة أيضا، إنما يخص مولاي الرشيد فحسب. كل شيء يخص الدولة يا ابن الربيع. لا عليك، إنها رسالة من امرأة تدعي أنها زوج الخليفة. كيف لم يخبرني ذاك الأحمق بشأن الرسالة؟ سيودي بنا يا بني. ماذا هناك؟ أخبري مولاي الرشيد بأني أريده بأمر خطير. مولاي الرشيد مشغول بمرض مولاتي الخيزران. هيا أيتها الجارية، نفذي ما أقوله لك وبسرعة. هيا.
الحمد لله يا مولاتي، لقد تحقق مرادك. مولاي الأمين يستحق أن يكون ولياً للعهد. ما أسرع انتشار الخبر. أشكر الله وأسأله أن يجعله عوناً لأبي. لقد تخلصت منه. هذا جزء، والجزء الأهم لم يأتي بعد. ويحك يا هارون، لقد كانت ببابي. جئتك يا عصماء فتبكي نفسي. لقد جلبت لك الماء يا مولاتي. مولاتي الخيزران، مولاتي الخيزران، مولاتي الخيزران، استيقظي يا مولاتي، مولاتي الخيزران، مولاتي الخيزران، مولاتي، مولاتي الخيزران، مولاتي الخيزران، مولاتي، مولاتي الخيزران. أما كان من الأفضل لنا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما عدت أطيق البقاء في بغداد، كما أن قلبي يحدثني أن الخطر محدق بنا. فإذا كان هذا الحكم كذباً ونفاقاً فسأنأى بابني عنه.
غفر الله لك يا أمه وتغمدك بوافر رحمته وأسكنك واسع جنته. لقد كنت عونا وسندا لنا جميعا. هون عليك يا هارون، ليكن الصبر زادك. اخرج. أنا هارون يا خز. أيتها الخيزران الذي ما عهدناه كسر قط، كيف تتركينني للريح وحدي؟ هل يمكنك التخلي عن هارون؟ هكذا بهذه البساطة على عجل من دون أي سابق إنذار؟ هذا قضاء الله عز وجل، الاعتراض على حكمه. غفر الله لك وأسكنك واسع جنته. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا طعامك المفضل يا موسى، كما كنت أفعل دائما، أطبخ لك بيدي. Oh.
أي جرح تركت في قلبي يا أمه؟ لما فعلت ما فعلته؟ لما؟ كل ما أستطيع أن أفعله لك الآن هو أن أطلب لك الرحمة والمغفرة. أتستحق كل هذا؟ أستحق كل هذا؟ أتستحق كل هذا؟ كل هذا دم. يعقل أن تقتل أم ابنها بسببك؟